أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى ما روي في الحديث الشؤم في ثلاثة؟ يقول أحسن الله إليكم: ما معنى ما ورد في الحديث الشؤم في ثلاثة: المرأة والبيت والدابة؟ نعم، أن الله يخلق بعض الأعيان شريرة، معناها أن الله يجعل في بعض الأعيان شرا، يجعل في الدابة شرا، ويجعل في المرأة شرا، ويجعل في البيت شرا. فالمسلم يتجنب هذه الأمور إذا حس أنها فيها شر يتجنبها، من باب التوقي عن المحذور. نعم.